Le Maroc, il peut organiser la Coupe 2026 de football. Il a réussi la COP 22, il peut réussir. C'est un grand pays d'Afrique et du monde et il a prouvé qu'il est capable de le faire. Donc oui, il est capable. Le Maroc, il est capable de le faire. كتبان ليا شويه صعيبه ولكن من الناحيه الثانيه هي انه غيستقطب بزاف ديال الحوايج غتخدم التجاره غيخدم بزاف ديال الحوايج اذا هنا شقين شق اقتصادي مهم وشق اخر ديال التنظيم والبنيه التحتيه ما كاينش خاص يخدموا عليه بالنسبه ليا سي امبوسيبل باسكو اون فاس عندنا لي ايتازوني امريكان دونك سي اون ا 3% دو شانس دافوار لا كاليفيكاسيون بور لا كوب دو موند 2026 il reste un petit espoir ولكن في 273 votants je crois Et Allah, 50 m'a voté Alina ou le reste entier pour les États-Unis. Les Arabies Saoudites, Émirats Arabes Unis ou l'Égypte, mais américaine. Donc c'est impossible, malheureusement. Oui, bien sûr. Alash Makadrench. Angul Kalash. اول حاجه البنيه التحتيه في المغرب غادي تتطور غادي تتقاد يعني مابقاش عندنا مشكل في البنيه التحتيه اللي كانت هي المشكل في لي زيديسيون اللي فاتوا ثاني حاجه الموقع استراتيجي المغرب جا في السونتر ديال الارض دونك قريب لاسيا قريب وسط افريقيا وقريب لاسيا وقريب لاوروبا وقريب حتى لامريك دونك الموقع ديالو غيخلي قريب لكاع الدول اللي غتكون مشاركه ما كايناش فيزا دونك اي واحد يقدر الى ضمن المونديال كل شيء يقدر يجي دونك كاين بزاف ديال العوامل اللي ايجابيه تقدر تلعب في صالح المغرب بالاضافه الى ان التريو الملف الثلاثي اللي مشكل من الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك طبعا كنشك في انسجام هاد الدول بثلاثه علاش لان معروفه النزاعات ما بين المكسيك وامريكا على الجدار الفاصل ومؤخرا جيستن ترودو اللي هو الوزير رئيس الوزراء الكندي كان عنده حتى هو نزاعات في قمه ديال قمه ديال العمالقه السبع في سميتو كان عنده نزاعات مع ترامب دونك كاينين نزاعات سياسيه تقدر تاثر على تقدر تاثر على التنظيم وكنتمنى ان الفيفا تشوف هذه النزاعات السياسيه بعين الاعتبار تاخذها بعين الاعتبار والدول اللي غتصوت تاخذها بعين الاعتبار ويلعب هذا الشيء في صالح المغرب وحنا قادرين علاش اللي ما قادرينش ما قادرش المغرب خصو ينظم بعدا الشعب ديالو هذه عا باش يشوف ينظم كاس العالم شوف دوك الناس كي دايرين كي كينظموا فهمتي عا باش تيشوف داك الشيء الداخلي ديالو عا باش يشوف لا بغى يستضيف كاس العالم ولا يستضيف شي حاجه اخرى بحال هكا فهمتي باقي ما عالجش المشاكل ديالو ديال الدوله ديالو باش يستضيف كاس العالم لا علاقه ما كاينش مقارنه بين البنيه التحتيه ديال المغرب والبنيه التحتيه ديال روسيا ولا ديال امريكا دوك الناس فايتين لنا بزاف د الحوايج فهمتي حنا باقي ابسط الامور ما عندناش في هذه البلاد فهمتي مايمكنش لينا ما يمكنش نقارنوا راسنا بدوك الناس كمغرب اش نقول لك ما كاينش حدود عنده الصراحه لان كاينه اجندات خارجيه اللي تتحكم بالوضعيه واصلا الوضع الاقتصادي ديال البلاد ما تتسمحش الا بغى يحتضن المغرب كاس العالم 2026 خاص ربما يحتضن بعد كاين داك الملف بعد كاين لان الفيفا حطات واحد القوانين اللي تبارك الله راه خاص يكونوا من الدول الثمانيه العظمى بعد في العالم باش تقدر ينظموا ما قدرش ينظم الكاس المغرب خاصهم بزاف امكانيات وخاصهم بزاف والمغرب يصلح ليه كاس العالم لا ما قدرش يحضر فهمتيني حنا المنتخب المغربي ما قدرش ينظم هنا تنظم خصنا بزاف حنا غادي نوصلوا لذوك الناس اللي غادي اوروبا ولا شي حاجه حنا خصنا تيرانات خصنا الجمهور خصنا بزاف د الحوايج خصنا فهمتيني ما يصلحش لنا لا المنتخب المغربي لا والو هنا غادي يتعداو على راسهم هنا ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس